السلام عليكم. اليوم نتكلم على الإقامة السكنية المسمات بالكولين، واللي تقع في حي جنان السفاري ببلدية بير خادم. وهذه الإقامة اللي حسب ما رانا شايف في الصور هذه تعد واحدة من أجمل الإقامات السكنية التي تمت إنشاؤها في الجزائر، وهي تضم حوالي 730 شقة سكنية من 3 و4 و5 غرف. ونشوف يعني فيها عمارات ذات 14 ولا 16 طبقة. إذن رغم أن العمارة طويلة كبيرة جدا، لكن فيه مرافق إضافية و دي فاسيليتي، فيه دي فاسيليتي تاع يعني الإقامة، كل ما يحتاجه المقيم من روضة أطفال وقاعات رياضية ومساحات للألعاب، وكذلك مصاعد إذن للولوج إلى الطبقات العليا. تعتبر يعني جميلة، وفيها حراسة، كذلك فيها عدة أشياء إيجابية. ماذا بينا يعني الإقامة تكون من هذا النوع، وتكون يعني بالفينيسيون، تكون فينيسيون مليحة كما رانا نشاهد. نخليكم تتابعوا نهاية الفيديو. السلام عليكم.